خليني نقول الدروس للوطنية راهي تكون من الجزائر عميقة، والامتداد الشعبي في حب الوطن صدقوني راح تعرف البصمة تاعها وتوابلها في وجدان الشعب الجزائري. عينت هذه البلدية كعينة يجب الاقتداء بها، الناس بسطاء طيبين مسالمين وصابرين. والرسالة اللي نمدها هنا لأهل الشمال ولا أهل الجنوب أن الجزائر للجميع، كما يحماها الجميع وكما حررها الجميع يساهم في تسييرها الجميع، ولكن بطريقة ديمقراطية حضرية.